إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد أنك سوچنا تفسير قرآن كريم كاها ودرسي قني صدح بقول لحلن يا صغال قلنا رب اللعبان يا آيات بقول يا أفر من سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين تتك آمنوا حقا رميينو لا تقولوا حقهننا رائنا نعلالي وقولوا بها انظرنا الناس واسمعوا مقلا وحلين أمرا وللكافرين قالوا وحاوسوا ماضي عذاب 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 كاسو أليم مؤلم حنوتية ما يود مجح الله الذين قوى كفروا قالوبي من أهل الكتاب حاليك مديهن قالوبي ولا المشركين مشركين تحاليهن مجح الله أن ينزل إن لقصودك عليكم كركين من خير وخير من ربكم حق الرب دين لينك قصودك والله الله يختص وقريرا بالرحمة النحريس تيسا من يشاء قفك دونوك قريرا والله الله ذو الفضل بيرات سمد صاحبه وي فضل قاسو العظيم وي الله سبحانه وتعالى أدو مديس المؤمنين تا وقر ريلي يعيني قال الله اسكو شبهان هما ها تحق هبلك أما ها تحق أفعاش يهود وقوم خبث إيا خمان بضان مركي هذا الليان سعادي أبضان أبو ما هذا الليان وحاولين هذا الكواحي وإذن إكسان إيان سربيق قفك هذا الليان هذا الليان وقف كانوا سي معنى صحة وقادم أيو أيبنا معنى فاسد وخمان أي استعمار أيان سداسي يليكي مركا الصحابة أيين مقلين أو النبي عليه راعنا صحابه وحي ليه جيدان راعنا حالات ديادة إلالي رسول كلاه يومار كان قاقادينو قرآن كي حديث كي ماركا وحوين آبنو شيكتو آيات انتان كحفظين نوو كادي ونمتك لابدنا قاقادينو حال خيادة إلالي ساسي أيو ليه جيدان او معنى صحة وحقة ما إلالي يو آيات دان ماركا نو أخلدو آن حفظينو ماركا اسكيد دان آيات دا كلان نو شيك حديث كات ماركا نو شيك تان حفظينو كدي هتانا ميتا كلام ناشئ ما إلالي وحال كأن الله صعو سداسي صحابة ورجيدين كلمة داس ورائنا أيها يهود اللقدو دانا عي أيه كتهاي ووحي ردان من الرحونا لغا كأنو الدقون ما يلنا عسنما تيهي مركا كفا إذا استينا وحي ردين خلاص كلمة دانا داما صحابة دي سي كلا هاد ليان آن كلا هادلنو أنه معنى هاس حمان تا وجيدنه مركز إليهم تبي مدن يا رسول الله راعنا مركز هوس كلاقص ليهم وجدوا بيبي هوس كلاقص ليهم وقام مركز خبافة هوس كلاقص ليهم كرنا وحيلين راعنا الله سبحانه وتعالى وحكا قرصون لأب أن لأرك وظاهر كأي بادن كما يسكسيه أي أب مركز إلهي مؤمنين توبد وحيل حقهننا كلمة واحد استعماشان معنيهين إنين أوفينيه إيا مقصودك أيبنا أيسان معنى فاسدة كقادة كريم مركة أو آه انظرنا نوسو نو كادي رسولك الله انتان حفظنا إنه نو كادي لفظك أسقاطها لين مركة حتى فيري أديك حتى قول صحيحة كهذا الليضو إن معنى صحيحة نأد أولاد شيدو أيبنا قولك أي كهذا الله معنى فاسدة أولاد شيدان أو وحوليان حق ظاهر كي أسكشب بها إذان حق المقصود كان كوكا للدوانتين حتى لما أقول إنا تشبه هذا في المؤمنين تو معنى صحيح ولا تشبه هذا
ايغونا معنى فاسد يولد جيدان لكن ظاهر كيسكو كان اسكو كلمه نقنا مركه وحا لا اقبل ما لكن ما اني فرح ما ربني يا دم مره وحا ويان ايغا خمان جيدان مؤمنين تونا وراغ جيدان دباته كيني ميد لديهما مبطاطا بوحا ويان مال ير او الهي جيدان ان ليس كشبا لبا اوغلا وحي الهي انغا نو جيدان حداي ايغو سميان ايغا اسكو كان شبيه انو ايغو اسكو ما ان شبيه لكن وان الله جيدين لا قول ولا فعل مد انا وحفظ انا وافق ضمها حتى قولك او اديق معنى صح ولا جيدو ايغنا معنى فاسد ولا جيدان نيد كل دويدو انا توافق ضل ما اقرا لما اقرا وان هذا سبا هذا قول يا فعل مدنا ارن كوافق ايغ سربتاس هو يقين ما هان تنكليه حتى ملك السلام يا المسلمين تا وحيدي جن الصام عليكم صام كنا وموتك الصام عليكم ايدي جري موتك كنا الله يا المسلمين مركا النبي كان صلى الله عليه وسلم وهو امر لو جوابه وعليكم وحد نغ هبارتن كركينا الله يا وعليكم يدك كركينا الله يا ولي انا كنا وين لو اجيبا بريدا سان هبارين هبارك سان هبارين وين لو اجيبا ايغنا هبارك ان هبار يا الله اجيبي ما marka hadalada saas isku hoos mariya marka quraanku marka wuxuu amra in waxa weeyaan mu'miniintu ay qiraafaan gaalada wuxuuna ka reebayaa inay isku shabahan wa kadhalika sunnatu nabawiyya sunnada nabiga waxa sidaas oo kale nabigeena suban sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan hadithka imam ahmad musnad kisa uu ku wariyay hafid ibn hajar nafadh al-barid hasan ka kaga dhigay mu'iztu bayna yaday sa'ati bisayf ساعات قيامها وحي كهر الله يسو ديرو النبي صلى الله عليه وسلم ساعات قيامها ان وحي كسوهر مري وحان ليله سو ديري سيف او معنيدو طاي غالبا ان للجهاد حتى يعبد الله وحده لا شريك له وحان ليله سو ديري ان جهاد كاس ورا او ان هم كاس غالبا لدخو الى اله الكرجس لغا عابديو ادونك فتنه لغا وينيو وجعل رزقي تحت ذل رمحي رزقي جايين الى هي وحو ايالو النبي صلى الله عليه وسلم وحويان ان ورنكي ان غالده لا دحايو هوسكي سميشا كوسيدا معناها هم كاس ان غالده اسيتو ان ان اوغ قنيميستو مايكود او قنيمه داس الى هي رزقي ايغا دغيو النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف امري دلي اي الليدنان وحال ييرو دوشا لغا ساراي قفكا اني امركاي خلاف قفكا نبي محمد امركيسا خلافا او توحيدكا كو خلافا او سنبا كو خلافا او غالدي نبيغا لو سوبر انو لا دغالمو انو كوري ديكتو ايغا جلاادو ايغا او غرغارو قفكا نبيغا كو خلافا كواسا إلهي دل صار وانا دل مسلمين تمانتا صارا مد الله وحوين هبا قفنا تفسير وقبها ماهانا ويس كعبها قالا دي او نبقو يري رزقي ايدي وحالا يري هبكاس ان اسي توسيس ماكي لو توكسي تغي هذا دل لغتا حلي ودريني كرتا نبقو حدو من تشبه بقوم فهو منهم قفكي قرأ اسكو اكيسيانا ايبو كمدي قوم قفكي اسكو شبه اسكو اكيسيا ayada umbu kamid yahay wuxuuna uga mid yahay waxa uu isaga shabahay haduu gaalnimo isaga shabaha waa gaal haduu maasi isaga shabaha maasidaas uga mid yaho ciqaabka loogu goodiyo ay ku mudanayaan kala ku mudana marka qofkii qoom isku shabaha ayagu la mid yahay oo meesha uu isaga shabahay uu kamid yahay bay kufri tahay haday maasi tahay haafinu kathiru uyri fa fihi dalalatu ala annahi shadid والتهديد والوعيد وحا إلهي قولك سي حديثك نبقى قصوغان وحا ويان قد أباك وخاصة حديثك قد أب أو أباك إيا وعيد إيا هنشباك إيا الرابد ليس كالرابد ليس كالرابد ليس كالرابد على التشبه بالكفار إن قارب ليس كالشبه في أقواله هذا الذي ليس كالشبه قارب قاري أهدلان سي والبو ما هدلان مسلمين تنا قاري أهدلان حتى فيري مسلمين توحى شعار اوه مركي كهلايان مثلا ان وحلا بحيو او دادك مساكين تا وحلا ترو الهي درتيس وحلا بحيو الهي درتيس قالنا محا شعار اوه
إنسانيات بنو آدم نمارة درتين وحالله بحيو وحال رب تقالنا يا كلمة إخلاص هيك سور جدا أولد إسكويه إله درتيس إله درتيس وحالله بحيو إله درتيس طب كان وحالله بقبطه قالنا شعار كيس ومحاي هدوه دولة يلينو يا وحالله بحيو بنو آدم نمارة درتين هل كان وحاك بعد أرهم بنو آدم نمو إنسانية درتيد سيدا سيدي مركز الحركة إذا كوا مسلم وقارك وغير وحوة إنسكاك حضاق يوحي قالب إنسانية ده الله إلالي بنو آذن نما ده الله إلالي وصاص وح الله بحيو مركز وغير كلمة دي إخلاص كسهر جيد قالب كذل جيرين مركز وغير قالب لإسكاك شبه أقوى شودة إيا أفعال شودة وحي سمعيان وحي سمعيان كفرها هي شركها هي ضلالات كده وين اللي سجش بين واللباسين مركه وين اللي سجش بين أرجع مؤمنين تا وين يسنسد قال أنا وش لبسين وين يسون لبسين وحاران قف كل لبسته إلهي هو عاسي نبي محمد هو عاسي وين يسدوا يسون لبسين أرجع مؤمنين تا وين يسنسدوا يقول لبسين قبلها مؤمنات كا أو قبلها مؤمنات كاها إن الواحد وين سير جبتي قاشا وسوي يشاطي سكتي ده أنا يقول نحن ضعيف كده جن وعوري ربنا كصوب لقي ذات قال الله ترى أي قرطه وحوي وقال فحني ما ويا ما كواحرة ويش أنا بدل لك كصوب ضعيف وأче دنسي يسكوت كده جن يين أو مت بمانتا مانتا وعصابة سوال كا هذا وحوي ما كده جن قال سوى هدي وح خدود مال وح الله وح هريتان كي سكهره وسمينا سوال وح الله صوب قاطي وحويان هل كاس كتوغا سينتا عنكيدا سونا تيدي مركاس وحويان وحا صادشا سوالكي باب مسلمين التوكني وولا المسلمين إلي التوكدا نهرا مسجد كيو سوكلا شاكي جانا الفناد دا وحلي بابا كتح ذركي سوينة تكتا ساعة سالة ربا خلاص وووتوكد واف ركوعي وكنا وقاوي هل كان سيدة بجيحين بناك هبه سونا تيدي ووحلي يابي ما قرأتي مركز أسيجي أول سنة سلام تكون صعب كمان صحيح اللي وقاوي سوى قاوي صعب كمان صحيح لكن مصيبة كلام حاقة صفك كذب بيوت كلاي إلا نك قاوي وشيء أنا هرتيس هرتيس سي قاوي سوينا جيدي مركز ووحلا يابي بس هيجي تقول كم إذا صفك أنا كبح ناقو خير على مركز ركوع أرتا بسوي قاوي صباحا مركز سجود وقاوي قار كم إذا هو سرابي مركز الحركة إذا أسوق عن تسفلحية وفنانة تحوق قبطه oo soo qabto baalka jeemiski oo gacanta isku leeyna inuu ruquucana waa habeen bal dulliga bal qofkaas haysta ya bal dulliga qofkaas haysta fiiri billahi alayk ya saasay adduunka ugu dulleysan haba malaynada aakhirana marka wuxuu yiri waxa kala to xaraam in la iskaga shabaho waa ciyaadin ciidahooda gaalada weynan ciidahooda la iskaga shabiin laba dhinacba weynan la iskaga shabiin mid ka mid gaalada waa ciidaan oo faystooyin ay leeyihiin فاستوين كودا ييدو دا حارن قد انا وي ان لا قيب غلا ان ايد يا فاستو لو اقونسدان حارن قد انا يا غالنيما وي تك ايد بو اقونسطو وا حارن قد انا ما هان كلي يا غالنيما سي غاري حارنيمديد سو ما جيدي حدا لو انا ايد او اقونسن كلا قيب قش اماد اعتبار انا وا حارن قد انا وي دبي وينو كبيره ما غراتاي دنك كلاتا مسلمين تو لا ييدودا يليه ايد ايد اضحى ليرهدو اي بيش دي الحجه ترن كده iya ida la raid ul fitri oo kooda shawaal labadaas iidoodayleen jumcada waa maalin usbuuca ciidisa ciid kale male muslimiintu waa iraysan muslimiintu ciidaha kale ciibaarin oo aysan sida gaalada ciido u sameysan gaalada ciido badan ay leedahay maalinkii xornimada kooda luuriyada shalay la dhigay ayaa kamid ah dalalaadka iyo sharta sawna jeedi ciidaha shaydaan ba shalay ayaa kamid ah maalintii xornimada maanta madaxweynuhu wadanka qabsaday maanta xoogga dalka maanta hooyooyinka maalinka ciidanka booliska maalinka aydiska maalinka wax weyn qaaxada iyo TV shada waxaas oo wada faysta waa ciidada shaydaan waana faystooyin shaydaan waana xaraan qadcan ma banaana qofku inuu ka qayb galo ma banaana inuu ixtibaariyo ma ahan inuu yiraahdo waa maalin weyn soo ma jeedin nabiga sallallahu alayhi wasallam dabe wuxuu ka guuleystay gaalada guul iyo izzo gaaladu ku dulowday islaamkuna ku isuubay hal maalin aan faysta uma dhigin oo ma dhihin maalinta ilaahna iseeyay ee ayuu jabay ee aan ka guuleysan aan faysta u dhigno ma dhihin soo ma jeedin ma dhihin marka ciidaha muslimiintu waa labadaas ciid kale ta ma banaana
marka waa xaaraan qadcana waa inaan muslimiintu ka qayb galin maalin weyn muslimiinta waxa weeyaan maalmahaas ilaahay uga dhigay weeyaan oo labada ciidood ah ayagaas ay ixtibaarinayaan waxa kale sidaas oo kale xaaraam ah ibaadooyinkooda in lagu isku shabaho waxa weeyaan oo shirkigii iyo dalalaadkii iyo bidacdii iyo qaybkood dhammaan arrimaha aan ilaahay noo jideen waa inaan gaalada la iskaga ekaysiin يا أيها الذين آمنوا حق الرميين لا تقولوا هدهننا راعنا ما إلالي هدهننا أو لفظك سأديك سنين وقولوا وحات راهبان انظرنا ناسو إرهبا واسمعوا مقلا مسموعي اللحتفي للعموم سيروا عموم أكينو أي اللحتفي واسمعوا مقلا ما تؤمرون وحالين أمريو وللكافرين قالوا وحاوسوا ناضي عذاب 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 كاسو أليم مؤلم أو ترك حنوتيا قال تعالى له غيري ما يود ما تعالى الذين ضدك كفروا قالوا بي من أهل الكتاب حال أيهن قالوا بي ولا المشركين مشركين حال أيهن قالوا بي أن ينزل إن لقصودك يا ما تعالى عليكم كركين من خير وحقير وحقير إلا ينكو سودكيو وإله النار إني صادره كتاب إني سودكيو ما تعالى من ربكم حقر ذب دينا لينك سودكيو فاس وحاق رب العالمين نقول شيئا عداوات بأباك بشركين يهود النصارى إيا وحويان أهل كتابك ويهود النصارى إيا مشركين عداوات بأباك أي أقران دينك يجا دينك يجا إيا حاسك إيا كيهين oo waxa way ay jiclaalahaayeen in Ilaahay wax khayr aan nasiin marka taas wuxuu Ilaahay noo sheegayaa wuxuu xafid mukafir li yaqba al mawaddata baynahum wa baynahum waxa Ilaahay noo sheegayaa gaalada calaawadooda inuu Ilaahay kala jaro in gaal iyo muumin jacayl dhexmaro saas Ilaahay noo sheegayaa waxaana la kugu sheegayaa yaa muumin iyo gaal isjiclaan ha kala go'een saas diinullaah ah in la kala go'an yahay وعداوات يا معايب ليسكو قضى والله الله يختص وقاريرا بالرحمة النحريس تيسى من يشاء وقفك الدونك وقاريرا مارك إلهي بان نبي النماذي وقدم بيدو خاتم النبوة إلهي النبي محمد وقاريرا كتابك وقدم بيدو كتبت اللي سويدك يا إلهي بان نبي محمد وقاريرا إلهي بان قير كاس يا رحمة سنين قاري نحريس تاس قالب إن الله مرة تكفر أبيغا والله الله ذو الفضل ومن خيرات سين صاحبه فضلك سوء العظيم وين قال تعالى الى وحيري ما شيء ننسخ ان نسخنا من ايه ايات حال اويهي او ننسها اما ان هل منسينا ناتي والله ايمانا ان في خير وحك خير بضا منها ايات او مثلها اما ايات كلا لا ايمانا الم تعلم يا بني نبي سبحانه أن الله الله على كل شيء وهو البابا قدير كي أود إن ياهي ألم تعلم يا بن أبي أن الله الله له الله كرجيس إن أصبنا ذي ملك السماوات ربيالك ملك جودة والأرض ذلك ملك جيسة وما لكم إني ما صنع من دون الله الله كسوك حال أهادي من ولي ما مل إني ما صنع ولا نصير قرقارنا إني ما صنع ayatan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa waa allah hakeem ah inuu maraka gabal ayad soo dejiyo oo muddo ugu tala galay dadku inay ku socdaan muddo ilaahay ugu tala galay marka la gaarana uu joojiyo ayad kale ku soo bedelo ilaahay wuxuu subhaana ma shaygi nan saqan masaqno oo aan bedelno macnaha min ayatin ayat haliyay wixii aan masaqno aan bedelno نصق واحد ويوم وسولين تآيات داسة لسولين اللفظ جيدية خبن كيبا أما اللفظ جيدية لسولين خبن كيبا للريبا أما خبن كيبا لسولين اللفظ جيدية للريبا إلهي وين انت روو سمية مركا آيات مركا نصقن أو انسولين أو نمسيها نمسي يا ننسي والله بقراه نمسي آن هالمانسين وي ننسيين آن ديب قبلك نوي أو نمسيها أما آيات النبي آن هالمانسين قلبي سكسارنو ناتي وحن الله إيمانينا بخير متك قير بضا منها آيات أو مثل أما مثل منها الله إيمانينا مركا وحوين آيات الله نسقى معنيه ذو وحوين آيات مثلا لفظ كذي يحبون كذيبة ولا سولينة
إلهي وين هو الله حكيم وحكمة بران والله حكيم وحكمة بران وحب يهي وقت وقت يدك مدعا وعادن إيا مصلحة كتير تحرم مركا وقت قاس أوبا مارو وقت لكرل قارنا مصلحة كتير تحرم كاس أحرم كلا مصلحة كتير إلهي وحكيم مركا سيدس وحب يهي آيات سوء بيشين آيات باس وغو تلقى لي وقت قاس إن لغو سعوده وقت يغو تلقى لي مكو لقارو إلهي وحكيم أول بس سيدس وغابة إما صلحة إن تاس تهي markaas waqtigaad dambe aayad oo ilaah ugu tala galay oo masaxad ku jirto keenay oo miisaal yar tusale waxay u soo qaateen ahl ilmigu iyo mufassiriinta in badan oo kamid ah waxay u soo qaateen markii Makka la joogay ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam man dheerka laga saaray isagoo suujisan qabarka ilaahay weyna waa markuu soo dajinayo kufu aydiyakum aqimu salaah gacmihiina laabo gaalada ka eriye waxa weeyaan salaada iyo iska ooga salaad ooga sakada dhiya sababtu aan markaas muslimiintu waa yaraayeen haday markaas ilaah amri laa ila iska dhiya afar madoobatay ahaayeen markaas in la baabiyo oo nolosha lagu duugo diinkii oo asagoo urdana la aaso oo sidaas islaamnimada ku soo afjarantaa dhici kari lahayd laakiin ilaahu waa xakiima madhina sabru ku yiri markii dambe oo ilaahi uu ansaar siiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo madiina tagay oo aws ya khasarat ilaahi islaamnimada soo galiyay nabigana ansaar uga dhigay ilaahi weena waa amray uudina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrin laqadir wa allah fasahibat kaasla dulmiyay waxa weeyaan inay iska celiyaan cadaway dagaalama ya wa allah fasahib wa la dagaalamay wa la dulmiyay fasahib u yihiin inay dagaalamaan ilaahi markaas ay dagaalameen markaas ay gaaladi dhabarka ka jabsheen way izan noqdeen diinka leena saas ku isoobay marka mar walba ilaahi waa xakiim oo xugum u manaasib ah waqtigaas uu ilaahi u soo dejiye ilaahi u soo dejiye marka waa la nasaxan waxa weyn shay xalaal aha ah haram laga dhiga ama shay haram aha ah xalaal laga dhiga shay mubaah ah bannaan ayaa mahdhuur laga dhiga shay awl haq mahdhuur ah ayaa mubaah laga dhiga shay lays amra lays ka reebe shay awl lays ka nahay la isku fasaxa نهي وحوي النهي يا أمر كحلاش يا حرام تا هل كاسو قال نسقه نسقه ما قدر أخبرته قرآن كإلا وحوي طيب وأخبر أخبر وحلي ما كده وحي كبر أنا هذا كورس هذا عي دونك بالله بيس سدا هذا عي إنت على أبورين وحوي النبي أبن ساس هذا عي هدي الله أبوري ساس هذا عي النبي هبل ساس كود هذا عي النبي هبل ساس كود هذا عي أمي هبل ساس هذا عي أخبار عليه هذا وورث لا يسيسين أيه هذا كده وورث لا يسيسين أيه qabriga saasa ka jirta baxfiga sida saadhici doonta jannada iyo naarta saasa ka jirta waxa weyn waa akhbaar waa warwey ilaahay waa saas tilmaanta suuleeyay tilmaanta suuleeyay malaa'iktu waa saas nabiyal waa saas waa akhbaar waxa soo dhana qaybna quraanka waa awaamir hala samee waxaas hala samee waxaas hala samee waxaas hala samee waxaas qaybna waa nawaahi waxaas yaan la samee waxaas yaan la samee waxaas yaan la samee qayb waa xalaal iyo xaraam waxaas waa xalaal waxaas waa xalaal waxaas waa xalaal qaybta waxaas waa xaraam qas waxaas waa xaraam quraanka qaabkaas u qaybsan yahay marka quraanka qaybaha nahyiga iyo awaamirta xalaasha iyo xaraamta halkaas u gala nasaxa shay awwal la isamray wal iska reebi kara shay awwal la iska nahiyay wal isku fasixi kara shay awwal xalaal laga dhigay xaraam wal laga dhigi kara shay awwal xalaal laga dhigay xaraam wal laga dhigi kara shay awwal xaraam laga dhigay xalaal wal laga dhigi kara laakiin akhbaarta ma gali kara nasaxa oo khabar quraanku sheeg ama nabigu sheegay waxa weey nabiyaal kor sidaas ku dhacday sidaas ay ahaayeen ma dhici karto in la masaxo hayra masaqida la masaxo macnaheedu been inay noqdaan noqay ilaahay rasuulkiisa mustaxil ka yimid in xalaa sumaytiin waxa jannada iyo naar laga sheegay oo li jannada saas ka jirto naar saas ka jirto qiyaama saas ka jirto waa akhbaar waa khabar ma dhici karto ilaa ma jirto hayra been ay hada ka iimaane ilaahayna mustaxil weynu been sheeg marka waxa weey masaxa meeshu galeeyay ma aha khabar أخبار القرآن كشيء يسمى مسلم مجرد وجرية وأمرك نهيجة حلاش حرام هل كاسو جرية وعلى مسقية مرك وجب الله على مسقية آيات عن لفظ جدي يحرم كل ربي بولا مسقى غير أول كي وعكمية القرآن ك آيات عشر الهضاعات معلومات يحرم ها
haddii islaam nuujido arruur aysan dhalin toban goor oo la yaqaan maxram u noqona hooyo kale u noqona zawjkeeda ninka qaba gabadhaasna aaboo kale u noqona ilmihii naaskaas la nuugay walaalo kale u noqonaya toban goor oo la nuujiyo aayadaas lafdigeeda hadda qur-aanka kuma jiro misxafka kuma taalo waa la nasaq xukunkeediina waa la nasaqayo hadda toban la nuujima shanaa lagu soo gaadiyo waxaa lagu nasaqay خمس رضاعات معلومات يحرم مركا عشر رضاعات معلومات لفظك دينا ولا نسقي حكمك دينا ولا نسق محاسوها مركا قبل ما وقع على نسقة لفظك آيات قرآنك ولا قصارة الأخرمة أو قرآن هان ولا أخرمة لكن حكمك وباقي والواجب من قطعما سيدا خمس رضاعات معلومات يحرمنا شن قول اللي يقانو إسلام هدي نوچيدة عرورة سنبارين هوايا يوم نقانا شن قول روح اللي راحت ديري نوچيدة ناس كان نوچيدة وكاقاتة كالي نوچيدة وكاقاتة كالي بس هل مروا انتا باسيحي هدي وقرب تسوقاتة دنوا نوچيدة ناس كان نوبة كنون نوبة كنون نوبة وحال مدى انتا هدنا ومحلم هذا للي هدنا عاوي مكان نوچيدة مر صدحا صباح دي مكان نوچيدة مثلا تصالح مر أفراد شن قول مركو قيرو هوي وكلا يوم قرن هوي وكلا معناه نبو سكر محرم كيدوي هذا وضع السفر هذا محرم ونقاكرا ساسا لو يتلاك دحلم يا سنة دحلم الله يسمى دحلم نقمد مركو وان نوع عاص مركا آيات أصدى خمس رضاعات معلومات لفق يدي ولا نص لكن خلوك وباق وعلى مدأة والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البطة نكال من الله والله عزيز حكيم sida muwaadaa ku sugan Umar ibn Khattab wuxuu yiri ayad waxa ahaa jiray nin guur soo maray ama gabadh guur xalaal soo martay haday siraysteen dhagax nafta uga jar lafdigaas wa shaykh wa shaykhatu al-ilm in badana ka yiri lafdi quraan oo meeqa laakin waa macnahan salihayn kuna ku sugan tahay inay quraan ahaan u soo dirtay bukhari muslim ku taala ayad quraan oo cadaynayda qofkii guur xalaal soo maraysina ku dhacay nafta laga jaro dhagax looga jaro inay diinu lahayd bukhari muslim ku taala aayadaas lafdigeedii quraanka waa laga saaray lafdigeedii waa laga saaray xukunkeedu ila qiyaamu saaca waa baaqi mararka qabana waxaa dhacda tasroomi balabaad oo xukunkii baaqi ay lafdigeedii waa la masa tan saddexaadna waxay tahay lafdigii la reebo quraanka uu ku jiree waa lagu tukanaa imaamka dadka ku tuujina qofka kaliisa ku tuukana quraan ahaan loo aqrisana xukunkeedina waa la joojiyay taas oo ugu badan tayadu taas waa mid ugu badan waa mid ugu badan ba sida al-aana khaffafa al-qaida ka horay yaa ayyuha nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaqlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaqlibu 1000 min alladheena kafaru bi anna min alladheena kafaru bi annahum qawmun la yafqahun iyo يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ مَرْكَ آيَةَ بَاس لَبَا بَاس أَيَ لَبَا وَلَا نَسَخ حُكْمُكُودِي وَآيَةَ سُورَةُ الْأَنْفَال مَرْكَ وَحَيْ أَمْرَيْدَي قَفْكَ مُؤْمِنْكَ تَوَنْ غَال إِنْ اسْكَ إِلِي أَوْ لَا سَبَقَ إِلَهِي وَيْنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَنَسَخَ يَوْحُ كُنَّا سَقَي الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 إلهي وين هدر وين كيف ذي وأوجي إلهي إن ضعف الكجر طبعا اسكعلي كريم إلهي وين وحده بقلك مؤمن وين اسكعليان لبقو كون كنا لبقو مركا منك مؤمنك وحا إلهي واجب وقال لي لبقى لي اسكعلي سنك عراي لبقى لي من اسكعلي ما كان لي أنا وإن وحيستا وحو كرد غالبو oo hub isku dhikan ma oo macnaha qofkan iyo qofkan hub la isku dagaalamo inay haystaan laakiin haddii gaal hal gaal ma aadi tan bii wata adigana ma idii aakado sama basalada la taaganta ma aha in lagu leeyahay waa inaad hor istaagto oo uu ku jiro ma aha saasay u maskareeyay cilmi sidaas u maskareeyay oo waxa weey marka lagu leeyahay iska eey hadaad ka carartana naarta galay marka lagu leeyahay waa marad waxa wax ku cilido aad wadato wa ha ee hadaan haysan sidii kale to wax u tabaalaysan karto wax xeeladaysan karto u yeeli ee hor istaag markaas maaha waajibna kuma kulan dambayl mid dadka carab
آيات كرب يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وحا إلهي مؤمنين تكوها جبيي قفك رسولك لك هذا يعمل فقيا إنو بحي الصدقة إنتو سنلفقي لو قادنا يا وقتي أو ضمت عامك أمد ورنك بحي يقالي يا مالك وقيم قادنا وإنو نعفي بحي الصدقة بحي مسلمين تمركا وحاول حراء ليس على قد دريمو وحبيعي كرتا قفنا بقنا الضم مهمة كم إذا صدقنا مقصود ديار صلين صلوا معهم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقاء فإذا لم تفعلوا وطاب الله عليكم آيات أسكتنا بإذا لغو نصق آيات أسكتنا نصق وحاول مكتنا والله فصحى يقوم صدقاء بحين إنه النبي قال لكودي كرام قدر آيات أسمك وآيات قرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقاء والوقت كنا قرآن هنا الله أقنا أردقيا لبرا أجر لقيه لا حكم كيدين ولا تشوش لفقيا باقيا صدح لقائبات أيو كلام نقنا مات إلى وقل سبحانه ما شيء ننسق آن نسقنا من آيات آيات حالة أوليهي أو ننسيها أما آن هل منسينا آيات نأتي والله إمانا إنا بخير متك خير بدن منها آيات كخير بدن وحي لولو كيبه في الحكم حق حكمك لفظك آياتا إي آياتا ولا آياتا وكلام الله اللي رضبا لكن حق حكمك لغا خير بدن تاي بالنسبة إلى مصلحة المكلفين وكخير بدن وحي لولو كيبه في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين حقا وحوين أمرك الله في المكلفين تمصلحة دوبة إلهي هو حكيم وكخير بدن وكخير بدن ولذا سأتردد إلى مرة المحققين تأصليين تأي ذاهدين وحبيع كرتا حديث إن آيات لغن الصعب ويبيع كرتا محايا إلي وحق قيرية لغا هذا لفظك ماه وحديثك لفظك يسو آياتك ما خير بدن الآيات هو كلام الله ما كخير بدن ناكر لكن حرم كوي وحق لغا هذا ما دام الخبن كيهي خبن كان حديثك ووحي لفتكس إلهي نسوه وحيه ذي وكخير بالماكرة آيات خبن كيهي حقا مصر حتى الضوء ماذا مركلا فيه وكخير بالماكرة إلى وحي سبحانه أو مثلها أما آيات مثل مدأة أن لا إمانا إنا ألم تعلم يادن أبينا بك سبحانه أن الله الله على كل شيء وحول بقدير من أود وحول بإنه محاد دي دي إنه مانت آيات سودة تيو وهده وشوتيو يا دي دي إلا وحول بأود إلى وحي سبحانه ألم تعلم يادن أبينا أن الله الله له الله كليس نغسق ناضي ملك السماوات والأرض إلى ريالك إيا ملك ملك قود كليس تصرف كإن مسكري إياه ميان أغي محانها محال لوركي ده وحال لوركي ده يهود نعلى بها كود عده وحي ديدان نسق وحي ليه نسق ما بنانا نسق ما بنانا إلي هذا الكاسمارك أيضا ويبا يهود قاراه محايا وجود مسألة عن دقيقة أصولك إنه بحثية وأنه بحثية مسألة سواك عبلا وحي ليه نسق وحاك إيمان إيسا وحي لدى البداء البداء معناه وحي فهد وحي ليه نهبدي الله إيه هذا آيادة اللي سودكي مدى اللي قد نقمي هذا مصلحة دي وحي كيري ده آيات كاري وحي لكيوكيو وحي ويان آيات كلا مصلحة دي وافق إيه الله كيني waxay ilaahay waxa meeshaas ka imaanay dadan saas midahanno in la yiraahdo markii hore aayad hore Allah soo dejinayay maslahadaan inay waafaqayda ma uusan ogeyn waagi dambay ummuqata inay san maslahadi waafaqay markaas uu joojiyay oo uu soo dejiyay mid maslahada waafaqayda taas ka dhalanayay inay taasuna wa gaalinay ila ma ogol ilaahay baa aan nastahaynay ila ma ilaahay wax mustaqbalka soo socda waa ogyahay inaan kaba jaahil noqdo soo ma jeedi كما جاهل نقضه سيدي استكتب وحي إلى هذين حد الله إلى نسقنا وحا إمانا إذا إنو سن أغي وحا مصر حد يقول شفت مركيو هوري ما دام أهرين تسقوف لك وقال الله إذا حيرا نسق ما بنانا وشيطة لي ربنوان محي مركا وحي إليهن توراق لما نسقين إلا هين وحما نسق نسقنا بالتشو أما إذا ماك التوراق دي إذن هايسين هل كاسي وشيطة لي سعودان حي وحي ربنوان إن نبي حاجة قرآن كوكو فيانو ديدان توراق لما نسقين ديدين لكن العلم والرفس وحي لا يدن واض ضلاء لرب نعبد ضلالة كط تنكوبات بداعك إمام ميرو مركة هراء وإلهي آيات بان هراء سوى الدجين يوم مدده مؤقت كان الله مطلق علي مدده سوى مركة هراء مطلق علي وقال هدن وحوه ايان وقتك هيرا مركة لقيرو
حرم كان ugu tala gal marka wax ilaahay awl ka qarsonay u soo muuqanay ma jirto wa ko talabaad waxay adoomadu isla ogihiin sayidka adoonkiisa wuxuu doon amri kara wuxuu doonana waa ka reebi kara sayidka adoonkiisa xaq wuxuu leeyahay inuu yiraahdo maanta waxaan ku amray inaad beer tafasho beer maalmood kadib inuu yiraahdo beer waa laga joojiyay dibba ma fali kartid tukaanka gudihiisa ku qoran qof kasta oo damiir oo aqal yar lagu ogyahay arrintaas inaysan wax nuqsaan iyo wax qalad ku jirin waxa la leeyahay miyadan ogeyn in Allah uu iska leeyahay mulkiga ciraryaalka iyo dhulka soo iska malaha wuxuu doono soo ma abuuro wuxuu doono soo ma amro wuxuu doono xalaaleya wuxuu doono xarima wuxuu qofku doono duleeyaa ku doono iseeya ku doono shaqo ka dhiga ku doono alujanno ka dhiga ku doono udur kulita ku doonana waa caafiya ku doono faqir ka dhiga ku doonana gani ka dhiga maxaa diidaya in wuxuu doono xalaaleya wuxuu doono xarima ah wax diidi kara male diidi kara malaha muslimiintu na dhammaan way isku waafaqeen in qur'aanka kariimka qayb la nasaqay abu muslim al-asbahani al-mufassir nin kaasa diiday qowlkiisu waa daciif mardud ah aaday u fidiin xaafid kuna uu baraarujiyay wama lakum min masunan min duni la ala kasoo xaal u ahay min wariin arimiin qof maamula id ilaahay qaybkiisu arimiin wax ka maamusha ma jirto kalbiisa alla ku tasarrufa wala nasir min idin gaarana masunan mid idin gaarana in masunan hadii ilaahay wax inuu ku xukmiyo ciqaab ah idin ka difaaci karo حازم كثيروا إلى حتى كتبت متقدمين تأهب نسق وخصونا وأنا أي أغيه أما كي دينا يا مهنم يجهل بجران إنا هذه الدينة يا قالنم مثال تصالى وخصوة قاطي نبي الله آدم وحا إله الحراري لبقى الطوط وقمالي يلغى ويلو قمالي تيري إنا يسكر سكر وحا وين حوا وحا إلى ذاقل مدو أوركيما وحا إلى جهة ويل يا قرب ومتانا marka maadaama aan banu aadan kale la arag banu aadan kana dariiqay ku bara karaan lama arko illa inay isguursadaan ma ahan waxa ilaahay u xalaaleeyay wiil iyo gabar isku calool ah iyo wiil iyo gabar isku calool ah oo laba aadan kala duwan ah in la isfaaxiyo oo wiilkaanu guursado gabadha wiilkaas la calool gashay ilaahay u xalaaleeyay wiil iyo gabar isku calool ka soo baxay fiiri laakiin laba aad ka ah oo isku aabiyo hooyo iyo isguursada ilaahay u xalaaleeyay kadibna wala ma saxay kutubti hore saas waxa ku sugnay tawraad waxa ku taala oo ogi ah oo ogi in arintaas u banaana jirtay dad kadibna la joojiyay waxa lamid u yiray nabiyullahi nuux markii gaaladii la helay doontii laga soo dajiyay dhamaan xayawaankooda waa la xalalay inuu cun kadibna wala xarimay xayawaanka gabal kamida tawraadna waxa ku sugantay oo ogi waxa loo xalaleeyay nabiyullahi yaquub laba gabdhood oo wada qalatay in guurku kulmi karo كذبنا والله حرمي وين أبيه أحكام آدو فربضان أي سيئة 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 وحا كميرا ربنا إسرائيل طوبت مركي الدمبابين ويلك عابدين طوبت وحا الله قد بغي قولدي أن عابدين ديبيغ إنه اللعيان قولدي عابد كذبنا والله ما سيقوم كاسو أنك هدام تولد كيرين من ربنا نعصلين أحكام آدو بضان أو هوري أو الله ما سيئة وين أبيه ومع ذلك وكمر ميان مركا وحويان إلهي ويعاصينيان على علمنا ينكو عاصينيان سيزدرتي ذو المقدوب عليه ولدي حرادة الله كبه عذاب اللي رأيك نمبا حي الإلهي أيضا أكي عاصينيان قال تعالى إلى وحويري أن تريدون مسوحة دون إذا المسلمين أن تسألوا إنا دو ويديدان رسولكم رسول كين كما سيدي إنا دو ويديدان سئل الله ويديدان موسى نبي الله موسى من قبل هذا كهر ومن يتبدل الكفر قال لماذا قفك بدل قاطع بالإيمان إيمانك نكبد شو إيمانك كتغى فقد ضل قفك سواء لمي سواء سبيل جدك رحلتك سواء كلمة أم تريدون ما واحد دون إذن إذنك وحويا كفارتي قريش أيام نبي وحي ويدين سؤال وعناد يمرح عليك وحي رهدين بورت الصفة دهب نوغد هذا دون إذن إنا كرعنا marka su'aalaha noocaasa ee nabiga la weydiinayo ee u jeedadu iska tahay ineed iyo marxabay iyo ku xuje taas ilaahay naga reebay an turiduna ma waxa doonaydaan an tasalu inad weydiidan rasuulakum rasuulkiin kama su'ila muusa sidi nabi muuse loo weydiin min qabla hadda ko nabi muuse si loo weydiiyay waxa loo weydiiyay arina allah jahratan ilaahay ma tusalaysi cadaan taas ilaahay reebay saar ah yasaluka ahlul kitaab
أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك نبي موسى وحكويني ويديين فقالوا أرنا الله جهرة وعلان إلهي سعدان موت وعلان الدارة غير بني إسرائيل وكلمات نقيدا إسكت داية سؤالها عن حقهم كاهين وإنادك إسكت داية وطريقة اليهودي إلى وحده سبحانه ومن يتبدل الكفر قال لماذا قفك بدل قطر قال لماذا قطر بالإيمان إيمان كنو كوب بدل الشيء بعض الوحي لقل يا شيء قال لك تقيم إيمان كتابك كتك قال لماذا قطر فقد ضل قفك سواء اللومي سواء السبيل جدك نحبتك سواء كاللومي ودى وحي تعلابين كثير انبرا انت اسبرنا من أهل الكتاب أهل الكتاب تكمدا لو يردونكم إلينا إليان من بعد إيمانكم إيمانك نكتبالنا إلينا إليان كفارا قال حالا أتينا إلينا إليان حسدا لأجل حسد حاسد نمددتين أجعلادين حسد كاسوا من عند أنفسهم نفف يالكو دأكتو هذا من بعد ما ترينا مركو أحباري كتبا أجعلادين لهم أيها الحق حقه أحباري فاعفوا اسكعفية واصفحوا كتشيستة حتى يأتي الله انت إلى هيك لا إيمان أيوه بأمره أمر كيسة إن الله الله على كل شيء وحوى البضى قدر ومدك أوده وأقيموا صلاة صلاة أوبة وآتوا زكاة زكاة الضحية وما تقدموا وحوى وحضوها المريضان لأنفسكم نففيالكين من خير خير حال أوياي تجدوه شيء أسود هريدان إن الله ألا أنت سأتكه ليدان إن الله الله بما تعملون وحاة سمين أيضان بصير وامد أركتي برا الله لكم يبدك إياه أتمدي سمومنين تبدك إياه إنا قادان ودولين كقاربة يهود نصاربة إياه قاربة كلا إنتك لدمانتود ودى وحي تعلابين كثير إن برا إنت أصبرنا من أهل الكتاب أهل الكتاب كميطة لو يردونكم إلي إني إلي ودى يودو مرد ما دنا صديلا شيء لو ذا كذا ما إذا وين مستري مستر على بلا لنا يا أن أي لمت وحي تعالى أن إن بدر آل كتاب كمتع لو يودونكم إلى إن إليا من بعد إيمانكم إيمان كنا كذا المركات مؤمنين مقتل كذا إلى إن إليا كفارا قال حالتي ساكت علي يهود ساكت عشا مسيحيين هير مريكان وحوياً هير يوروب دمان دولدها الدرس كينا هيتوبيا إيا كينيا إيا كوة لامدكا دمان ومسيحين تسألوا كتابك وحينا تشألهين سيدة إلهي نو شيغا إيو إنان قالان نقوم كورانا دامي لانو وحوياً مرايكانكا إيا رير يوروب إيا دولدها الدرس كا مالاماتش عنا قالنو دين ترفرق قريب ما إيا إدويا لغا ودا هادلا مطبع كالا دي إلهي اللي بريئي نقوني باطرا بقالما من لما ربان هذا الله بيني كريم هاي الله يقولي قالوا إن الله ربان سو ما تجدي إله يا باطر ما يسمى وين أترى هذا قال لي من الله ربان سيداس وين أترى هذا قال لي من الله ربان وح كسوك يا نورك الحماية إله أن قالوا إنه وح كسوك يا مهما فعل نورك الحماية واسيداس إله الشيء جيو سيداس الله الشيء جيو أنت أسكن باطبا إله وحده سبحانه لو يردونكم إلى إليان الشعلاد من بعد إيمانكم إيمانك إنك قال الكفار قال حياتي مركي قال لماذا نلاف ربان مويسا أبين إنك أهل الحق نهاي أردين إلى حالك يكون سوغان نهاي ميكا جاهلين ميكا جاهلان وأبيهين مركي أغادين هلك الدين وصحبا أنه إنان هاي صنو حاسي نمددتين قال لماذا نلاف ربان وحي ربان سيدا أقالوا لين إنا أقالوا إلى وجد حاسدا لأجل حاسد حاسد نمددتين أي قالوا إن الله تعلم حسنو حسد كاسو من عند أنفسي نفتو ذاتو بكاء هذا أي قضت أي قرانوي قرمين وحويا الله تعلم قال لماذا من بعد ما تبين لهم الحق حق المرق أعضاري كدن ما كي أقادين النبي محمد حق يهي قرانك حق يهي مؤمنين تدريقوا بطريقة الصواب كيهي وحيد كيهي كنالتك مركز كدن قال لماذا الله تعلم حيث الوحى اللي أكسون ينقف خستقوهم ويشعر يضطقون يولو حمامان فاساسو تشعر حيث الوحى ينحمان في سموقان يضطقون يولو حمامان حمان في سأقر صناتاتكو كبير لكن قفوا مركو حين يضطقك الفعين حمان في سواصابح والعرقة مركو حاسنين
إلى وقل فعفو اسكعفية واصفحو كتشيست وقت حل حل يدا كمدا أيا إلهي سلاس مؤمنين تأمر أو اسكعفية وصبر صبر طول قاطع حتى يأتي الله إلى إلهي كلا إمانا بأمر أمركيس وآه إلا الله يو إلهي أمركيس وكاني وأمري مشركين تي وأمر إلهي فاقتلوا المشركين حيث وجدتم لا يا مشركين تا مال الله ماشا كافا قالوا كتابك إلهي أمرك وكاني وغيري قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون لا ندين إلهي وعمر مركز لله أمرك إلهي ويلمك إن الله الله على كل شيء وهو البابا قدير ومد أود وهو البكرة ووحك قرصون أن لا أرك يوح سن أود مدن وهو البواء أود وأقيموا الصلاة صلاة أوبة وآتوا زكاة زكاة سيئة وما تقدموا واحد هر مريضان لأنفسكم نفتين أهر مريضان وأدوك أنت تشوفتان آقرة رب حضان من خير خير حال يهي تجدوه وذير إذا إن الله إلي أنت ستكهر إذا وحوا واحد بحنا مركا واحد كن مشخوشان ونعفي بيسئلين صلى الله عليه وآقرة فاليان شيء إلهي أدكو قار إذا أدون كان النصر يجرجاه أكثر إذا أو وحوه الرياضة وصلاة يسكره إن الله الله بما تعمل واحد سمين أيضا بصير وامد وأركتب بلا وح الله واحد سمين أيضا وأركا وحيري إمام المفسرين ابن الجرير الطبري آيات وقبت الله وحو البو أركا لكن وحي وضطا وعد يوعيد أبك وحوه وإن أركا هدين لليري وحوين أصغى إن كأبال مرنا ويا أصغى إن أبال مرنا هداد وناك سمايدا هداد حمان سمايدا أصغى إلهي إن أبال مرنا وقالوا وحي إلهدين لن يدخل الجنة جنة جي ما إلا من قف ما هن كان أهادي هود يهود أو أمس النصارى النصارى أهادي قال تعالى إلى وغيري تلك تاس أمانيهم وقال هذا هدي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا لماذا برهانكم تجدين إن كنتم أداته صادقين أقواره شيئا بلا إن يهود كريه أما كريشتان كريه جنك لا ينسكد ما جرته من أسلم قفك يهوغانية وجهه وجديس لله الله يهوغانية والحال يهوغانية هو أصاب محسن وعمل كوناتنا فله قفك أصبح أصبنا هذا أجر أجر كيسا عند ربي ربي كيس أكتيسا حالا أجر كواهدي ولا خوف وعبسيا عليهم كركوضا ما آمن ولا هم من أي سنها من ضدكاس إيمانك يا إخلاصك يا عملك صالحا لغيري يحزنون كواتيرا يونا وقالت اليهود يهود وعيتري ليست النصارى النصارى كمسقنا على شيء وحشي أهو الدين هل شيء بكره وقالت النصارى النصارى وعيتري ليست اليهود يهود كمسقنا على شيء شيء لاتفصدوا قيمة الدين كمسقنا والحال يسيداس إلهبين هم أهل كتابك يطلون أي أقرنا يان الكتاب كتابك كذلك هذا الكاسوك قال الذين كوية إلهدين لا يعلمون أن أبين مثل قولهم هذا الكودوك إلهدين ومشركين تعربتنا وعيتري ليس محمد وأصحابه على شيء نبي محمد يسحاب فيسو واحد دينه صحك مصرنا فالله الله يحكم أصغى كالحكمنا بينهم ضدك إسكلافين بحدودة يوم القيامة مالت قيامه كالحكمنا فيما شيء يكون كالحكمنا كانوا أيهايين فيه شيء بحديث يقترفون كويسه خلافة وقالوا وحي لهذين أهل كتابك لن يدخل الجنة جنة قريب ما إلا من قف ماهن كان هذا يهود يهود أو نصارى معنى هذا ماهن إن يهود دولارها جنة قريب ما قف يهود أهين أما نصارى هين ساس ليه ما هي يتاسو حيث الدين هذا آيات الصوص عطا واليهود وحي لها ليست النصارى على شيء وحي دينا بماهي ستكفروه ساسي بليه إيه معنى وحي يهود وحي لها جنة قريب ما قف يهود هين نصارى وحي لا باهي جنده جري ما قف عن نصارى معنى قرو والبا وحي لا قف عن انغا ان جماعه ما كوخ ديلا جنس غير حرمته
كوح ضيابا يبا إفاد ايابا عاكنا ميال اطالا انت كلام الطريقة وكلمي ساسيري إلى وقل سبحانه وقالوا وحيدة ذلك الكتابك لن يدخل عاكنا تجنقل ما إلا من قف ما هاني كان هذا يهود اليهود أو نصارى حكت عنه وقلنا قرأ لن يدخل عاكنا يهود وحيدة ذلك لن يدخل عاكنا إلا من كان يهود نصارى ما حيدة ذلك لن يدخل عاكنا إلا من كان نصارى ساسيري إلهي وإنا يشعر إلى وغيري تلك تاس أمانيهم وهي دليال كودي كتاب اللي سوف تشيه كتال الله يهودا جمال اسكالي مجيو كتاب اللي سوف تشيه كتال الله نصارى بسالي مجيو ووحي أيضا اسكتش الله كوحا اسكو قانح دي وليغا هكاد دين ديغان فاندكو دير الكوحو كوشيه كيساتي نغا ساسان نغا ميالهي لكرا طريقه يغا دلوب بغيبان ما قرد وحوهيان فاندكو دير الكاسو وحبا إلهي أنتي سكمت هرو وحبا إلهي أنتي سكمت هرو كتابك وصنة الله دي إسكاقبار نسائلك مدد حق الشيطان كتاكا هيسكوها لأي كوح شكلي ناقا أكتن طريقة كوهين ناقا وكلم ميتشرتو نمعا إلهي مؤبتا كوحا ساس المسلمين بشيطموك كل حزب بما لديه فيحونوه كوح كستابا وحوهيان حتر أسي صعدا اللينا كسعد مركز الحمد إلا وراء قد كوحي هكذا ما يجي أصلاً كوحة ترين إما وحاولين من عدس للذكر جاس هي وحال كاسكت نعي ضدك كاسن عاو اللي لك تصحت فرحات كريم كوه نتكا لنا وقبل كيسوس أبقى سولي بلوحة كي يرى يفتير بلوحة قوم كاس ما يشي كي يرى يرى بلفير يسيد وعي عرية ميدا حمدية حق وسيسو مركازي أولي أو عجاء تنعيد لكو ذكرين نبعنا ما يشي سوحي قادرية الله فرد أولي يكوها يا أولي بل أهل كالك دين عاقل أولي كوا الله سيسع لقادرين لنقى سيليد بالقوم كاس قرآن سيوع عيارين آيات إلهي كوح طرعوية أنه ألفاق عربي يسكر فكي مني وقير ماهن عن شرقي ماهن إسكاهي سنة كوية حد أسيس حب بارك إسكو جديد مركا ولا الله كوح ووحن إنه أبوك كمثلنا وإنه ميزان العلي ده ميزان العلي كوح كساساسي ما يلخب ده ميزان العلي مركا وحوال بكتاك السنة إسكاك الميزان فهم كي سحبا على الصحابة خير عيالك أئمة الهدى أي نبي سلف صالح كل ميزان في روح إلي دين وهاجر النبي محمد الصحابة ليس دين سكافير ودريقة اليهود واحد جري وحاس دريقة اليهود أصدع إهار تلك تاس أمانيهم واهد الدريال كولي قل للنبي سبحانه هاتوا لك علي وكان برهانكم في الكدين إن كنتم أداتين صادقين كور مشيقية ماشا لوك لبحا ساس انشاء لوك لبحا كان حجو كتاب الله سوف تجيئي وضحي يهود كريه جمد اسكال كيرا فصول الله سوف تجيئي وضحي يهود كريه على جمد كيرا كيرا كتاب الله سوف تجيئي على نصارى كريه جمد كيرا رسول الله سوف تجيئي على نصارى كريه جمد مجيو كتاب الله سوف تجيئي إيا مدي الله سوف تجيئي مدنا أو شيئي إذن نحيو كتو سيدا ووحكو اسكتش علي سطوكو شيئي سطي إلا إذن كو يقول له شيئي قاعدة عامكا مبدأ عامكا أدلق عامكا إيه كان الله قلت ما هنكو حبلا وحي كان الله قلت إلى وغير سبحانه بلا إن يهود إيا مسارة كلية كان الله اسكرد ده تاس ما هنه أرنكو ما هنساسي من أصلنا طف الله طف كي أهو قامي وجه وجه يسلي الله الله والحال أهو قامي هو أصاب محسن وعمل كواناتنا فلا هو حاصل نار اجر واجر كيس انت ربي ذنب بس انت سحال اجر تاسو هذا واساس تعدد لبدا شرطي قفك لغي هلو قفك سجمال وانا لبدا شرطي عمل كستو لو شرطيو عملكم ما انصحوا الى لبدا شرطي لغي هلو شرطي كواد وامحي من اسلام قفك اوه قامي وجه وجه كيس لله الله وامحي من اخلص عمله لله قفك عمل كيس الهي ابر احترام شرطيو هذا عمل كإلهي لا يقدر احترم محا إمانية شرك إيا الرياء شرك استوسوس إيا الرياء أيا إمانية ومد المشركين تكو هلاك سمين ومد المنافقين تكو هلاك سمين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسارا يراؤون الناس تفك استوسوس ملك هذا لهذا الاستسلام إخلاص شرك إيمان عمل كساس كبيرا وهو محسن نوامه وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم وإن عمل كان إلهي ترتي سدوكو يهي دليل النبي أنا وإنه وافقه
bay salaatahay bay sadaqatahay haday dhikri tahay ay haday jihaad tahay alamru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ay amal kastood ilaahay ku caabudayda waa inuu nabiga waafaqo dariiqiisa sallallahu alayhi wasallam hadduu san dariiqi nabiga waafaqin bid aleera wal ugu dhufa wajigaaga laaga dhufa bariqiya man amila amala laysa 'alayhi amruna fa huwa radd nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam qof alla qofki amal samayya oona amarkan anugu amray aan ku samayn sidaan u amray noocaan amray qadarkan amray qofkan ku samayn marduud way qeyr maqbuul laga aqbali ma ikhlaas iga tahay ilintu ka socota dayro awal ilintu ka socota ikhlaas ka tahay dad bidcad tahay waa wixii halaagay ruubaanti suufiyadi nasaarada maxay halaagay intaas halaagtay ma garatay ilaahayna wuxuu waqadimna ila ma amilu min amalin fajcalna hadaa'an mansuur baahla firdiya laga dhigay ilintu ayo ka socota maxaa la rabaa ilintu ha ka socoto ikhlaas kugu jiro dariiqii nabiga miisaq oo sax oo muwafaqan labada shart ee amalku uu aqbalo ikhlaas iyo mutaba wala khawf wa absiya alayhim dadkaas korkooda ma aha dadka laga helay ikhlaaska iyo mutabaada absamayaan waxa ka horeeya qiyaamaha ka absamayaan ilaahay ba absi tiray adduunka ku absadeen absi aakhira loogu darinaa wala hum dadkaas ma ahan yahsaluna kuwa ka tiraan yoray adduunyada wixii ku dhaafay way tagay وقالت اليهود يهود وحيتني ليست النصارى نصارى كما سمع على شيء شيء كذي شيء دين أو الله كيف صدق أو قيمة كما سمع تأسي إلى هذه وضلال فيه نصارى مرك النبي عيسى الله صوت بري دين صح وكسمعين قف كستور نبي عيسى صح ورعي توراة كتاب التوراة هي إنجيل ما كنت أقمعي جنو لها لكن مرك اللي بدلي إنجيل markii injiil la bedelay dadkii in xiraafkaas ku dhacay diin sax ma haystaan markii nabi maxamed la soo diray dadkii diiday yiri anaga injiil aan haysana diin sax ma haystaan waxa ay rabeen inay soo kala qaada waqalat nasara nasara wa aytiri laysat al yahud yahud kuma sunna ala shay shay diin kuma sunna ayba wa talaq talaq maxaa la rabeen markii nabi muusa la soo diro tawraad la soo dejiyay dadkii si sax ah tawraad u raacay diin sax ay ku sugnayeen oo yahuuda chanay leey laakiin markii la bedelay tawraad kuwii ku dhaqmay in xiraaf ka raacay diin sax ma haysan markii ciise la soo diro nabiyullaahi ciise calayhi salaam la soo diray dadkii diiday ee yiri anagu tawraadan haysayna ama nabi maxamed markii la soo diray diiday ee yiri tawraadan haysana diin kuma sugno markaa waa in la kala qaado عليك بالتفصيل وتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان ولد وحا فسادية وإطلاق الإجمال وإن أضحك ساكتا إلى يسلوك عيني فيه والحالة يساسي إلى ذلك إنهم أيضا يطلون عيقنا على الكتاب كتاب kitaabki aqrinayaan tawraad injiil way ogyihiin qoro walbaada marna inay xaq ku sugan tahay marna ay baadiyaysan tahay ma kala qaadaya ee waxa ay leeyihiin kooxdaasa laa khayra fiihim wax khayr laguma arko weli doona saas u shaqahay waa dariiqa yahuudi qofa maanta la iska jeclaana waa la bumbuurina kana waa weli soo daahira kana kale lama arag caalim weeye sunni weeye waa qox weligiis bidca ma taaba berriga la isku dhacaa weligiis reed kuma yeelan qayb kale leey maalin qayb ma yeelan hadda waa carabku uu sharaf lahaa hal maalin weligiis qayb uma aragnin marka waa dariiqa yahuudiya ilaa wuxuu yihi subxaana kadaalika hadalkaasoo kale qaala ladiina ku yiraahdeen laa yaclamuuna wax wey waa mushrikiinul carab mushrikiinul carab waxay yiraahdeen laysa muxamedun wa asxaabuhu calaa shay nabi maxamed iyo asxaabtiisu shay diina kuma sugno waa dalaalad waa dalaal مثل قولهم مثل راح كبدل كذلك كذا مثل قولهم يهود يا نصارى هذا الكودو كلا يرادين فالله الله يحكم وصاك على حكمنا بينهم بين المختلفين وحاس اسكلاف يهود نصارى مشركين مسلمين صاك على حكمنا يوم القيامة مالت قياما وحكم كيس عدل كوك على حكمنا فيما شيء يكوك على حكمنا